عايز اتكلم على جمهور النادي الاهلي، واللي في الحقيقه بعد ما تم الاعلان ان تذاكر نزلت في منفذ واحد بالاسكندريه وبالتحديد في نادي سموحه، فبالتالي ناس كتير جدا، يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا الصور مع مشاهدينا الكرام يشوفوها دلوقتي. منظر مميز جدا، وهو ده جمهور النادي الاهلي اللي مهما شاف الفريق بيمر بحاله سيئه هو وراه. بصوا يا جماعه الصور بالذمه، في كده بالذمه، في عظمه كده. الجمهور كبير زي جمهور النادي الاهلي، عارف ان موقف فريقه صعب قوي، عارف ان انت مش سهل ان انت تجيب خمس اجوان في فريق سان داونز، او ان انت تجيب سته فريق سان داونز. ده من امبارح بالليل، الصور دي من امبارح بالليل، ناس راحه من بدري لان عارفين كده كده امبارح بالليل ده اللي هو الاربع، التذاكر كانت المفروض تنزل او نزلت خلاص النهارده الصبح. هم راحوا من امبارح بالليل بايتين في الشارع علشان يلحقوا التذاكر، عشان يجيبوا تذكره يحضروا بيها هذه المباراه. فهو ده جمهور النادي الاهلي، هي دي عظمته. مش معقول، مفيش كده في العالم. لما يكون فريقك خسران 5-0 ورايح تأزره، حتى لو انت عارف ان صعب ان الاهلي يكسب 5 أو 6، لان هي مباراه طبعا صعبه جدا، وبالتالي تروح وتحضر وتحاول ان انت تحصل على تذاكر باي طريقه، وتبات في الشارع وتروح من بدري وتفضل واقف في طوابير وزحمه كبيره، هو ده جمهور النادي الاهلي، هي دي عظمته، هو ده دوره المساندة للفريق. حتى لو المواقف والأمور صعبة جدا، هم هيكونوا متواجدين في الملعب عشان يأزروا الفريق، وأكيد هيكون عندهم وعي كامل وكافي بضرورة عدم الضغط على لعيبة النادي الأهلي من الأول. احنا عندنا 90 دقيقة، 90 دقيقة. احنا عارفين النادي الأهلي في مباراة سيمبا التنزاني في القاهرة جاب 5 أهداف، طبعا مع فارق المستوى ما بين سيمبا وسان داونز، بس جبت 5 أهداف في الشوط الأول بس، 5 أهداف في الشوط الأول بس. فبالتالي ممكن خلال ال 90 دقيقة في أي وقت تجيب أهداف، والهدف يجي ورا هدف والدنيا تمشي، وده وارد لكن صعب برضو. أنا لازم أأكد على الحتة دي، ولازم أكون منطقي بصراحة مع كل المشاهدين وكل الأهلاوية. يعني مباراة كمان في 2008 بالتحديد أو 2006 كان الأهلي بيلعب كوتوكو، والمباراة خلصت أو الشوط الأول خلص 4-0 للنادي الأهلي. أنت لو جبت جون أو جونين في الشوط الأول، لا طبعا جون هيبقى قليل، لو جبت جونين هيبقى الشيء برضو في أمل كويس بالنسبة لفريق النادي الأهلي.